بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، أبنائي وبناتي، رؤساء بعثاتنا الدبلوماسية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن ألتقي بكم اليوم في بداية أعمال مؤتمركم الثامن، وأن أنقل إليكم تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وتمنيات سموه لمؤتمركم التوفيق والسداد. أبنائي وبناتي، تنعقد أعمال مؤتمركم بعد أن دخلت منطقتنا والعالم أجمع في ظل أوضاع سياسية أمنية خطيرة هددت كياننا وغوضت أمننا واشغلتنا عن جوهر قضايانا. لقد وصف البعض تلك الأوضاع الخطيرة بأوصاف عدة، فكان من وصفها بالربيع العربي، إلا أنها في الحقيقة الأمر قد أدت إلى إدخال منطقتنا في حسابات معقدة وفتحت المجال لعدم الاستقرار. واليوم ندخل مرحلة جديدة نعدل فيها مسارتنا على ضوء تجارب الماضي، لنعايش فيها المواجهة مع قوة تستهدف أمننا واستقرارنا والمساس بمصالحنا، ونعمل على مجابهة تلك القوى المتطلعين من أساس صلب في بعده الخليجي والعربي والدولي، لنؤكد للعالم أجمع أننا قادرون على التماسك وتوحيد كلمتنا والتحرك في إطار جماعي مؤثر وفاعل لتحقيق أهدافنا وتلبية طموحاتنا. ولا شك أنكم تدركون أبعاد هذه المرحلة وما تفرضه من عمل جاد ومتواصل لنصبح قادرين على التفاعل معها، كما أن بلادكم والتي هي جزء من هذا العالم بكل متغيرات وأحداثه تعرضت للرياح الفتنة، ولكن تماسك جبهتها الداخلية ووعي أبنائها وما سطروه من صور التلاحم بينهم استطاعت معها تجاوز ذلك لتؤكد صلابتها وإصالة معدن شعبها. إنكم مدعوون بأن تنقلوا للعالم صورة بلادكم المضيئة التي تنعم بالديمقراطية وتعيش أجواء الحرية وتحرص في تحركها الدبلوماسي في إطار ثوابت الشرعية الدولية وترسيخ أسس السلام وإشاعة المحبة بين الشعوب ورفع آيات العمل الإنساني
ليكون له الأهمية القصوى في ذلك التحرك، كما إن بلادكم تولي قضايا حقوق الإنسان ما تستحقه من اهتمام ومتابعة، وتحرص على الدفاع عنها والتجاوب مع جهود المجتمع الدولي في الحفاظ عليها، فضلاً عن جهودها في تحقيق التنمية المستدامة للدول النامية، كما أنكم مدعون لتأكدوا للعالم أيضاً بأن بلادكم ستبقى حريصة على الوفاء بهذه الالتزامات بكل عزم وإصرار. أبنائي وبناتي، إن الأحداث التي يشهدها اليمن اليوم تهدد أمن استقرارنا استقرار دولنا، وتنذر بتداعيات خطيرة على منطقتنا. ولقد بذلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهودا كبيرة ومتواصلة حتى لا تصل الأمور إلى ما وصلت إليه، وتوجت هذه الجهود بإطلاق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، والتي وافق عليها كافة أطياف المجتمع اليمني، وتم تبنيها من مجلس الأمن الدولي. إلا أن تطبيق هذه المبادرة قد واجه صعوبات كبيرة بسبب تعنت الحوثيين واستيلائهم على الشرعية، وتطبيق سياسة الأمر الواقع عبر القوة العسكرية لتعصف بأمن واستقرار اليمن، وتهدد أمن دول مجلس التعاون عبر الحشود والمناورات العسكرية والاعتداءات على المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتجاهل كافة الجهود السلمية ليستمر الواقع الأليم، وتهديد السافر لأمن دولنا وإزاء كل ذلك، وتطبيق لمعاهدة الدفاع الخليجي المشترك ومعاهدة الدفاع العربي المشترك والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. فقد استجابت دولة الكويت لنداء الواجب، وشاركت مع أشقائها في دول المجلس وبقية دول التحالف في التصدي لهذا العدوان ومحاولة إعادة الشرعية إلى اليمن الشقيق. وإن موقف دولة الكويت في هذه الأحداث قد أملاه التزامها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية والمبادئ التي تؤمن بها والقائمة على احترام الشرعية الدولية ورفض التدخل في شؤون الداخلية للدول واحترام خيارات الشعوب والحق في الدفاع عن الأمن بعيدة عن الطائفية البغيضة والفئوية الخطيرة. لقد جاء اعتماد مجلس الأمن لقراره رقم 2216 بتاريخ 14 أبريل 2015، يؤكد صحة التوجه الخليجي وسلامة تحركه لاحتواء هذه الأزمة، كما جاء شاهد على وقوف العالم إلى جانب التحرك الخليجي والدول المتحالفة معه في مواجهة قوى الحوثي والجماعات المناصرة له، والتي تسعى لإبقاء الشعب اليمني الشقيق أسيراً لقوى الجهل والظلام. أبنائي وبناتي، إننا نسعى جميعاً إلى بذل الجهود لضمان العيش الكريم للمواطن الكويتي، نوفر له الرعاية والعناية التي يستحقها، وأنتم جزء من هذا الجهود في القيام بواجبكم على أكمل وجه في مواقع عملكم المختلفة لتوفير الرعاية له والوقوف على مشاكله والسعي لحلها عبر التواصل معه وتسهيل وجوده في الدول المعتمدين لديها، إضافة إلى رعاية مصالح الكويتية في هذا الدول. إن هذا الواجب لا مجال فيه للتعاس، ويبقى هدفا أصيلا نسعى لتحقيقه للحفاظ على المكانة التي نتطلع إلى أن يحتلها المواطن الكويتي، والدرجة العالية من رعاية والحفاظ على مصالح بلدنا الحبيب. وفي الختام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا ويديم
عليه نعمة الأمن والاستقرار والازدهار في ظل قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه، وأن يبعد الأخطار عن دولنا الخليجية والعربية، وأن يحقق مؤتمركم لقاءكم أهداف المنشودة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سيدي سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظكم الله ورعاكم. سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح حفظه الله. أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخوانكم وأبنائكم منتسبي وزارة الخارجية كافة، يسعدني أن أرفع إلى مقام سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وإلى سموكم حفظكم الله ورعاكم أصدق مشاعر التقدير والامتنان والعرفان على رعاية سموه السامية وحضور سموكم لحفل افتتاح المؤتمر الثامن لرؤساء البعثات الدبلوماسية الكويتية في الخارج، وعلى هذا الاستقبال الأبوي المبارك. سيدي سمو نائب الأمير وولي العهد حفظكم الله ورعاكم، إن تفضل حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بالرعاية السامية للمؤتمر الثامن لرؤساء البعثات الدبلوماسية الكويتية في الخارج وحضور سموكم تشريف لأبنائكم الدبلوماسيين ومصدر اعتزاز لهم، يعكس ما توليه القيادة السياسية من رعاية وعناية للسلك الدبلوماسي وقناعتها بأهمية دوره في خدمة الوطن والدفاع عن قضاياه في المحافل الدولية، مسترشدين بالنهج المبارك والتوجيهات السديدة التي وضعها سيدي حضرة صاحب السمو الأمير رعاه الله، وخطت للسياسة الخارجية الكويتية ملامحها ورسمت خارطة لطريقها حتى غدت مثل إعجاب وتقدير العالم أجمع بما تقوم عليه من أسس المحبة والسلام. إن توجيهات سموه رعاه الله السديدة تعد سراجا أضاء ولا يزال طريق بناتكم وأبنائكم الدبلوماسيين، ويلهمهم صواب العمل وصلاح المنهج لخدمة بلدنا العزيز وشعبه الكريم في جميع بقاع الأرض. وأضحت بنهجها السياسي المتزن والاقتصادي الرائد والإنساني الأصيل محط أنظار دول العالم، فكان تفاعلها الإيجابي والبناء مع القضايا السياسية والإنسانية والتنموية ومشاغلها عاملا رئيسيا لوضع دولة الكويت في مصاف الدول الساعية لخير العالم ولأمن واستقرار ورخاء شعوبه. ويأتي التكريم الدولي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وغير المسبوق من قبل الأمم المتحدة بتبوء سموه لقب قائد للإنسانية والكويت مركزا للعمل الإنساني، نتيجة للسياسة الخارجية المتزنة والحكيمة التي تنتهجها دولة الكويت، وثمرة لشجرة العطاء الكويتية التي غرسها الأجداد وروتها الأجيال وتعهدتها بيض أيادي الحكام على مر الزمن، مشمولة اليوم بكريم رعاية سموه وعنايته. سيدي سمو نائب الأمير وولي العهد حفظكم الله ورعاكم، إن الظروف السياسية والأمنية الدقيقة والخطيرة التي تمر بها منطقتنا بفعل الاضطرابات التي شهدتها على مدى السنوات الأربع الماضية جلبت لمنطقتنا الفوضى وأفرزت تداعيات خطيرة
نعاني من تبعاتها ونعمل جاهدين مع المجتمع الدولي لمعالجة ومواجهة إفرازاتها. فظاهرة الإرهاب التي هددت أمن واستقرار العالم مثال لنتاج تلك الاضطرابات. إن بناتكم وأبنائكم وبعثات دولة الكويت في الخارج يتشرفون بأن يكونوا خط الدفاع الأول عن اضطراب هذا الوطن الذي بذل السابقون جهودا مضنية من أجل أمنه واستقراره، وهم لا يدخرون جهدا في التقلب على هذه التحديات من خلال الرصد المتواصل والتشخيص الدقيق والتحليل العميق لمجريات الأحداث وتطوراتها وانعكاساتها على بلدنا وأمنه وأمان شعبه، في إطار من السعي المتواصل لتقوية وتوطيد نسيج العلاقات الدبلوماسية الكويتية وروابطها الدولية. وفي هذا السياق وتواكبا مع المساعي وتعزيزا للحضور الكويتي إقليميا ودوليا وإنفاذا لتوجيهات سمو الأمير رعاه الله، فقد تم وخلال الفترة اللاحقة لمؤتمرنا السابع في عام 2013 افتتاح 6 بعثات دبلوماسية جديدة، ليصل مجموع عدد بعثاتنا في الخارج إلى 104 بعثة. نواصل من خلالها مد جسور التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في سبيل وطن ينعم بمزيد من الاستقرار والازدهار. وفي سياق متصل أيضاً وبرهاناً على تنامي أهمية الكويت ومكانتها إقليمياً ودولياً، فقد استقبلت البلاد 8 بعثات ومكاتب تمثيلية إضافية منذ عام 2013، ليرتفع إجمالي عدد البعثات والمكاتب والمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة لدى دولة الكويت إلى 132 بعثة. سيدي سمو نائب الأمير وولي العهد حفظكم الله ورعاكم، حقيقة لا تكيب عن أحد، وهي أنه يحق للقيادة ولنا جميعا الفخر والاعتزاز بالمكانة الدولية المرموقة التي وصل إليها وطننا، ومشاركة جهود المجتمع الدولي نحو دعم الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات الدولية المختلفة وعلى رأسها الجانب الإنساني. ولعل دعوة الأمم المتحدة وأمينها العام إلى دولة الكويت لاستضافة 3 مؤتمرات دولية متتالية لدعم الوضع الإنساني في سوريا لهو برهان ساطع على مدى احترام العالم للسياسة الخارجية لدولة الكويت المبنية على الاعتدال والاتزان والقائمة على الإيمان الراسخ بالمعالجات السلمية للمشكلات والقضايا الدولية في ظل الحرص العميق على تسخير إمكانياتها بما يحقق تخفيف المعاناة الإنسانية لشعوب الأرض كافة عبر المساهمات في المؤسسات والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، كما أن ترأس دولة الكويت وبنجاح لثلاث قمم خلال السنتين الماضيتين، وهي القمة العربية الأفريقية الثالثة والقمة العربية 25 والقمة 34 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يضاف إلى قائمة طويلة من النجاحات التي حققتها السياسة الخارجية لبلدنا في ظل ظروف وتحديات يدرك الجميع مدى خطورتها. وها نحن اليوم مقبلون أيضاً على استضافة اجتماع الدورة 42 للمجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي الشهر المقبل، ليكون هذا الاجتماع إضاءة جديدة في سجل جهود دولة الكويت الساعية إلى تحقيق المصالح العليا لدولنا الإسلامية. وأود أن استأذن سموكم رعاكم الله بتوجيه الشكر والتقدير لجميع سفراء دولة الكويت السابقين الذين عملوا في مدرسة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه السياسية والدبلوماسية، وساروا على نهج سموه الخير وخطاه النيرة، مستلهمين
من توجيهاته الأصول والقيم في بذل الجهد والتفاني والإخلاص في خدمة بلدهم أينما تواجدوا، سواء من خلال ترأسهم للبعثات الكويتية أو تمثيلهم لدولة الكويت في المحافل الدولية، فكانوا القدوة الحسنة والرمز المضيء والمشعل المتقد الذي يقتدي به أبنائهم وأخوانهم الدبلوماسيين من بعدهم، فكل التقدير والامتنان والتحية لهم. سيدي سمو نائب الأمير ولي العهد حفظه الله ورعاكم، في الختام يشرفني باسمي وبالنيابة عن أبنائكم الدبلوماسيين أن نجدد لحضرة صاحب السمو الأمير ولسموكم حفظكم الله ورعاكما فروض الولاء والطاعة، معاهدينكم على مواصلة العمل والجهد للدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين وإعلاء شأن كويتنا العزيزة في جميع المحافل الدولية، التزاما منا بالتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الأمير وسموكم رعاكم الله، ودعم حكومتنا الرشيدة برئاسة أخي سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لما فيه الخير وصالح بلدنا الغالي، وأن يحفظ وطننا وشعبنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.